طلب سكان أورير ببلدية وادي الشعبة في ولاية بتنا بوضع حيز الخدمة مشروع الكهرباء الفلاحية المنتهيات به الأشغال منذ أشهر، مع الإلحاح على حتمية توسيع المشروع ليشمل ما تبقى من السكان والحرص على العدل في عمليات الربط. التغطية لسعيد حريقة. انا ما نحوش عليه ديفيا ولا لين، جيب لي خويا الكهرباء الريفيه يا اخي. ما نتقذ الله، راني ساكن هنايا. وعندك دار؟ عندي دار وراني ساكن وعندي براكه وعندي كلش. خلاص نديك تصور الدار، نديك تصور الدار. حنا لما طلب نتاعنا يكملونا يديرونا يركبونا الكهرباء للجميع لهذ الفيرمات والمزارع هذول. مازال ما كانوا اللي مازال ما واش حاجة كبيرة، زوج ولا ثلاثة من الناس يكملوا حنا اللي بخينا ويدخلوا التريسيتي للناس هذول اللي الناس ساكنه. الناس ساكنه فيهم، اللي ساكنه فيه الناس اللي بغات تسكنوا قاعد ما كانش الاخر ما قدروش يجيو يسكنوا، لازم يركبوا لهم الكهرباء. منطقه مشتا ورير رانا نطالبوا بالكهرباء في اقرب وقت. هاي واجده الكهرباء تاعنا، واجده 10 شهور من وجدت بدا المشروع تاعها، ومازال هم مسؤولين تماطوا باش يطلقونا تي سيتي، ومازال نزيدوا نطلبوا الماء والغاز في اقرب وقت ثاني. الماء على بالي شركه الماء البلديه هي اللي تحمل المسؤوليه. تشوف نشريوا في الماء. من جهة السلطة المعنية أكدت أن المشكل سيتم حله قريبا بالاتصال بمصالح سونارغاز لربط عدادات الكهرباء والشروع في الاستفادة من المشروع.